السلام عليكم. عاد انا الحين في ولاية اوهايو ماشي بالخط، لقيت هذا المكان عنده سيارات كلاسيكية مهجورة، والله ما ادري وش سالفتها. زي ما انتم شايفين المكان، هذه السيارات كلها موجودة، ما ادري وش هذا المكان، بس سياراتها كلها بحالة يعني مصدية زي ما انتم شايفين. هذه كشف بعد، كلها بروجكتات، ما ادري هي للبيع ما هي للبيع، بس حبيت افيدكم واوريكم التغطية. شوف عاد لقافة، تعرفون لازم يعني سيارات كلاسيكية تمشي الحين بدمنا. فشوف الامبالة هذا، ما شاء الله تبارك الرحمن، والله ما ادري اخوان هذه للبيع ولا لا، بس ما شاء الله عندهم مواتر طيبة، ولا ادري وش محله هذا بصراحة. عنده سنتين فندق برج من هذول الانواع، ادري انه يمكن التصوير مو واضح شوي لكم، لكن قد ما اقدر ابغى اوضح لكم ايش اللي موجود هنا. هذا كأنه شيفيل 70 ماليبو كشف، والله ما ادري وش هالمواتر هذه كلها بعد. حبيت اغطي لكم وتشوفون وش انا حصلت هنا، ونشوف يمكن نحصل رقم تليفونه ولا اجيب لكم رقم تليفونه، ممكن ان السيارات هذه تكون للبيع. هل احد عنده استعداد يشتغل على بروجكت يكلمني. هنا بروجكتات مليان، وزي ما انتم شايفين من طولات يمكن حوالي 15 سياره كلها بروجكت. هذا غير اللي داخل هناك في المستودع، الله العالم وش فيه داخل بعد. حبيت اعطيكم خبر، والله يعطيكم العافيه.